بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع الحالي عندنا مدينة درعا شبه معدوم. أي يعني شبه معدوم؟ بسبب ما فيش عندنا شغل، ما احنا قادرين، يعني ما فيش عندنا دخل يومي انه نقدر نشتغل. تطلع تدور على شغل ما حداش بشغلك. ليش؟ من ورا غلى الاسعار. غلى الاسعار ذبح العالم هون. يعني مجرد انك بدك تشتري كيلو بندورة، كيلو بندورة عندنا اذا بدك تشتريه توصل ال 200 300، بدك تشتري كيلتين ثلاث لخمس ست اشخاص يطعمون بالبيت ما تقدر، لانه ما فيش عندك منتوج يومي انك تشتغل وتصرف عليهم. ما فيش معك مصاري اللي تقدر تجيب هذا الكيلو وغيره وغيره. يعني من بدك تجيب كمان فليفله، بدك تجيب خيار، ما بتقدرش. ليش؟ ما عندك شيء منتوج يومي. يعني سبب الاسراف وقله الشغل وقله المشقات اللي انت بتعانيها بس من وراء هيك، والحصار. يعني احنا شبه محاصرين، بس الحمد لله على كل حال.